مرحبا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة والتي تأتيكم مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. والبداية بأخبار الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات القارية، حيث عاد نادي مولودية الجزائر إلى أجواء التحضيرات بالمركز الرياضي للنادي بيزيرالدا استعدادا لمواجهة نادي الاتحاد المنستيرية التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستقام على ملعب علي عمار بالدويرة. حصة تدريبية عرفت التحاق اللاعب الدولي أندي ديلور، حيث سيعمل الطاقم الفني بقيادة باتريس بومال على تصحيح أخطاء مباراة الذهاب والعمل على إيجاد حل لهاجس الفرص الضائعة لتقديم مردود مغاير يسمح لممثل الجزائر بضمان التأهل إلى دوري المجموعات. من جهته عاد شباب الوزداد إلى التدريبات الجماعية تحسبا لمواجهة نادي الجمارك البوركينابي على ملعب ميلود هدفي بوهران، حيث يهدف رفقاء القائد شعيب كداد إلى طي صفحة الهزيمة المفاجئة في مباراة الذهاب وتقديم مردود يمكن الفريق البلوزدادي من تخطي الدور التمهيدي الثاني والتواجد في دوري المجموعات لخامس مرة تواليا. وفي منافسة كأس الاتحاد الإفريقي يحضر نادي اتحاد الجزائر تحسبا لمواجهة نادي الملعب التونسي برسم إياب الدور التمهيدي الثاني، ويهدف أشبال الفني التونسي نبيل معلول إلى تصحيح الثغرات الدفاعية والتي وقع فيها ممثل الجزائر وتسببت في تلقيهم لهدف وحيد في آخر دقائق المباراة أمام نادي الملعب التونسي. بدوره يأمل النادي الرياضي القسنطيني إلى تأكيد تفوقه أمام نادي سوتيرمان الغاني في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي، حيث يحضر رفقاء الهداف زكريا بن شاعة بملعب بن عبد المالك رمضان وبتعداد مكتمل وبمعنويات عالية لضمان التأهل إلى دوري المجموعات وطي صفحة خيبة التعثرات المسجلة في آخر المواسم. كرويا دائما، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين ستستأنف خلال شهر فبراير القادم من خلال تنظيم ثلاثي مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، وهذا في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال زيارة تفقدية للبنى التحتية بدولة كينيا. ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا في الأيام المقبلة للإعلان الرسمي عن عودة المسابقة المقرر إجراؤها بداية من 1 فبراير إلى غاية 18 من ذات الشهر. يذكر أن آخر طبعة احتضنتها الجزائر عام 2023 وعرفت تتويج المنتخب السنغالي باللقب القاري على حساب المنتخب الوطني. نبقى دائما مع كرة القدم، وقبل أيام على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة تتواصل فعاليات ملتقى حكام النخبة الخاص بتقنية الفار والذي تنظمه اللجنة الفيدرالية للتحكيم لتقديم تكوين يضمن أقصى درجات الكفاءة والتحكم في استخدام التقنية، والتي ستكون حاضرة من أولى جولات البطولة هذا الموسم. التفاصيل في تقرير أحمد صويلح. بالقرية المتوسطية بوهران اجتمع حكام النخبة في تربص خاص بتقنية حكم الفيديو المساعد الذي سيسجل حضوره لأول مرة في البطولة الوطنية. ملتقى عرف مشاركة عديد الخبراء لضمان أقصى درجات الكفاءة في استخدام الفار قبل إعطاء صافرة انطلاق مواجهات البطولة. الآن نطرحوا السؤال، هل كاين كونتاكت وشكون هو المسؤول عليه؟ إذا في رأي أي واحد يعني هذا الكونتاكت هذا الكونسيكونس تاعها يعني ما يقدرش يستحوذ على الكرة، في هذه الحالة الأربيت لازم لوجو سيكوسيون بلا يستأنف بركلة الموضوع. تقول له بوسيبل بينالتي. أه بيان زين. شوفوا نعدوا البينالتي. يجي راه وعدنا التيراج. صح. يهز نقول له بصح يكفي في أي بي بي. ترى بيان. نرد له نعطيه المادة أتاكور. ترى بيان. هنا يولي بالديسيزيون تاعو هو يدير فوط الديفونسور.
المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الشريك الرسمي لاتحاد الكرة الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الجزائري سخرت بدورها كل الإمكانيات لضمان نجاح التجربة. نحاولوا باش ننتقلوا هذه التقنية مع الـ مع الـ مع الحكام تاعنا. دونك سي تاني سي بور اجوردي اي ان شاء الله سا كومونس جودي بروشان بار جودي او فوندردي بروشان بار لو برومي ماتش افيك فار ان شاء الله. استخدام تقنية الحكم المساعد من شأنه حتما ان يرفع مستوى البطولة الوطنية ويساهم في تطويرها بشكل افضل مستقبلا. في أخبار المحترفين، شارك الدولي الجزائري فارس شايبي في مباراة فريقه إنتراخت فرانكفورت أمام نادي فولسفورغ ضمن مباريات البانديس ليغا والتي عرفت تألق الدولي الجزائري الذي تفوق على مواطنه محمد الأمين عمورة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وساهم النجم الجزائري في الهدف الثاني لفريقه مؤكدا عودته القوية بعد تعافيه من الإصابة. من جهته وقع الدولي الجزائري حسام عوار ثالث أهدافه مع فريقه الاتحاد السعودي هذا الموسم بعد تحقيقه لفوز عريض على نادي الوحدة سهرة الأحد برسم الجولة الثالثة من بطولة دور روشن السعودي بعد افتتاح زميله في الفريق كريم بنزيما باب التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة. أضاف عوار الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 13 قبل أن يضاعف الفريق الأصفر والأسود النتيجة بتسجيله لخمس أهداف أخرى خلال المرحلة الثانية. نبقى دائما مع أخبار المحترفين، حيث كشفت إدارة نادي ميلان الإيطالي إجراء اللاعب الدولي إسماعيل بن ناصر عملية جراحية ناجحة بعد إصابة تعرض لها خلال تربص المنتخب الوطني الأخير. وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن متوسط الميدان الجزائري سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر ما يجعله يضيع المواجهة المزدوجة للمنتخب الوطني شهر أكتوبر القادم أمام نظيره الطوغولي. بعيدا عن كرة القدم، وفي كرة السلة انهزم ممثل الجزائر للسيدات نادي كوسيدار أمام نادي الفتاة الكويتي في البطولة العربية للأندية المقامة بالأردن بنتيجة 71 نقطة لقاء 67 في الجولة الثانية من دوري المجموعات ليواجه النادي الجزائري فريق غاز الشمال العراقي يوم الغد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. وفي أخبارنا الدولية، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين في أول وفي منافسة الجولف، حقق اللاعب الهاوي ويل ميغور لقب بطولة سبيد جولف البريطانية بعدما سجل 187 نقطة فاصل 57 ليحقق صاحب 33 عاما اللقب الثاني في بطولة شهدت تنافسا كبيرا وضمت 56 لاعبا من مختلف البلدان. وفي عالم التنس، توجت البولندية ماغدالينا فريخ ببطولة غوادالاخارا المفتوحة بعد تغلبها على الأسترالية أوليفا جاديكي في المباراة النهائية، وتفوقت فريخ على منافستها جاديكي بمجموعتين دون مقابل 7-6 و7-5 في نهائي البطولة المكسيكية. وستحصل اللاعبة البولندية على جائزة قدرها 142 ألف دولار في حين ستنال الوصيفة مبلغا قدره 84 ألف دولار. ونختم بهذه الصور الجميلة للغوص والتي احتضنتها مدينة أجاكسيو بفرنسا وعرفت تحطيم الرقم القياسي ب 125 متر. إلى هنا نختم نشرتنا الرياضية، متابعة طيبة لبقية البرامج وابقوا مع هذه الصور الجميلة. السلام عليكم.
60 دا وان 15 70 دا